بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. بداية الحديث اليوم إن شاء الله تحت عنوان الشباب مستقبل مصر، لكن اسمحوا لي أرحب بداية بضيوف الكرام. دكتورة نهاد هاشمي، متحدث الرسمي باسم حملة الماجستير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتينا ونورتينا. كما يسعدني ويشرفنا أيضا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد الطيب، عضو مجلس شباب محافظة الفيوم. أهلا بحضرتك. يسعدنا أيضا ويشرفني الأستاذ خالد عاشور، عضو مجلس شباب محافظة الفيوم. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، بداية قبل أن أبدأ تحت هذا العنوان، لابد وأن أتحدث عن الوضع العربي سواء في سوريا أو لبنان. أمس كان في اجتماع في منظمة الشعوب والبرلمانات العربية 22 طلعت حرب مبنى استعلامات رئاسة الجمهورية، في حضور عدد من ممثلي بعض الدول وبعض السياسيين في مصر. وصل الحديث إلى أنه لابد من مساندة الشعب السوري الشقيق ضد اعتداء تركيا الغير مبرر على أرض سوريا الحبيبة. كما ندعو جميعا لأهلنا في لبنان أن الله سبحانه وتعالى يحفظ لبنان وأن يحفظ البلدان العربية جميعها. اليوم صباحا كان في اتصال بيني وبين صديق لي إعلامي أديب لبناني معروف الأستاذ بسام الفجيلي. حينما تحدثت معه عن الوضع في لبنان يعني كان الحديث تطرق إلى بعض الأمور، إلا أنه أخيرا إن شاء الله الأمر في لبنان يستقر الأمر وتمضي الأمور أفضل مما كانت عليه. لبنان بلد شقيق، لبنان بلد كنا نسمع عنه كل خير، وإن شاء الله القادم للبلدان العربية أفضل. مشاهدي الكرام، الشباب مستقبل مصر. عجيب إن إذا نظر الناظر يعلم أن عدد الشباب عندنا في جمهورية مصر العربية يزيد عن 60 مليون شاب. أكثر من 60% من سكان جمهورية مصر العربية هم الشباب. عجيب حينما تنظر في التاريخ قديما وحديثا ترى أن الحضارات والبلدان بنيت على أساس الشباب في المقدمة. إذا ما نظرت حتى في صدر الإسلام، انظر من كان مع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا علي بن أبي طالب، هذا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، الزبير ابن العوام، كلهم في سن ما بين 10 إلى 22. مرارا بسيف الدين قطز، الحجاج بن يوسف الثقفي، أظلم من حكموا على ظهر هذه الأرض لم يتجاوز عمره حينما كان في السياسة وفي القيادة 17 من عمره، ولم لا وأسامة بن زيد عمره 18 سنة ويوليه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش وتحت إمارته أبو بكر وعمر بن الخطاب. الشباب في الصدارة، الشباب من أخذ بهم وصل إلى بر الأمان. انظر حتى في كل مؤسسة إذا كان الشباب فيها فإن هذه المؤسسة متقدمة منضبطة، الكل يشهد بكفاءتها. انظر المؤسسة العسكرية في جمهورية مصر العربية واقفة على قدميها لأن الشباب هم كثر فيها. إلى وزارة الداخلية عندنا في جمهورية مصر العربية القادة قلة والشباب كثرة، لذا فهي ناجحة. إذا ما نظرت حتى إلى العالم الآن، رئيس فرنسا ميكرون لم يتجاوز عمره حينما تولى القيادة 39 عاما، عمره الآن 42 عاما. بل إن وزيرة التربية والتعليم في فرنسا من أصل مغربي نجاد بالقاسم عمرها 39 عاما. انظر إلى السويد ترى وزير الصحة والرياضة بها 29 عاما، أسبانيا وزير الخارجية 39 عاما، إيطاليا رئيس الوزراء 39 عاما. أين الشباب عندنا في جمهورية مصر العربية؟ بداية هذه الحلقة أتمنى أن تصل إلى السيد رئيس الجمهورية
وإلى كل مسؤول، والله نتحدث في هذا اللقاء بكل حب وخوف على بلادنا. نحن نعي ونقدر الموقف الذي تمر به مصر الآن، ولا بد وأن نوجه نداء للشباب، مهما كان الأمر مصر في القلب، لن نسمح لكائن من كان أن يضرب في مصر أو أن يتطاول على مؤسسات مصر أو يطعن في جيش مصر، مهما كان الأمل، مهما كان الألم، فلا بد وأن نزرع في قلوب شبابنا الأمل. لذا أتمنى من كل المسؤولين أن يسمعوا لنا في هذه الحلقة، ومن أراد أن يعرف كيف يفكر الشباب صفحتي للجميع، وإن كان أي مسؤول أن يدخل عليها ويرى كم الألم الذي يعاني منه الشباب في هذه الأيام. صحيح تواصلت مع مسؤولين كثر، منهم من هو على رأس عملي، منهم من كان مسؤولا سابقا، حتى بعض النواب وبعض رجال الدولة كما يقال، وعلى رأسهم كابتن طاهر أبو زيد وغيره كثير وبعض النواب، حتى يصل صوت الشباب إلى المسؤولين ويحل هذا اللغز. فإذا كانت الدول أراد أن تقضي على الدول العربية، الدول المتقدمة، ويقولون عنا دول نائمة، يقولون حتى دول العالم الثالث، ولا أدري أين دول العالم الثاني. أرادوا أن يضربوا الدول العربية فأوصوا بضرب مصر، ثم أوصوا إذا أردتم أن تضربوا مصر فعليكم أن تضربوا شباب مصر. لكني أقول شباب مصر هم مستقبل مصر. مشاهدينا الكرام، تعالوا بنا لنستعرض آراء الشباب وما بجعبتهم، والحديث من القلب إلى كل مسؤول. أستاذة نهاد، حضرتك كنت معايا من سنة كاملة في برنامج مع القادة، ونهيت اللقاء معي قلت إن سأثبت للجميع أنني قادرة على العطاء، وقلت ساعتها أن أنا عمري يعني دنا من 39 سنة وما بشتغلش، بس إن شاء الله قريبا سأثبت للجميع أنني أستطيع أن أخدم بلدي وأؤدي شيء. يا ترى بداية كده خلال السنة دي إيه تم من إنجازات أو أعمال شاركت فيها؟ أولا كنت في الحلقة السنة اللي فاتت عند حضرتك فعلا، وأعلنت أن أنا هثبت لمصر كلها والمنطقتي بالذات عين شمس أن أنا أقدر أقدم عطاء وأكون متطوع، وأثبت للدولة ورئيس الدولة رئيسنا أن إحنا الشباب وبالذات الماجستير يقدروا يعملوا حاجة. وقدرت فعلا أنا أنزل كمتطوع في المنطقة بتاعتي اللي أنا عايشة فيها عين شمس، وأبدأ أفعل نفسي في المنطقة لوجه الله، أشتغل في أعمال خيرية، أبدأ أساعد الجيران، أساعد الناس. كنت عايزة أثبت النظرية دي، وقلت لحضرتك إني هثبتها، وأأمل منك ووعد منك إني أجي في الحلقة تاني علشان أقول أهي يا فندم وهي أستاذ دكتور رمضان، أهي يا ريس، أهي بلدنا، أنا قدرت أعمل حاجة وأنفذ فكري وأنا مش معايا حاجة. يبقى المجهود اللي أنا بعمله ده بيثبت إن أنا قادرة إن أشتغل في بلدي. ليه لغاية دلوقتي ما أشتغلش في بلدي وأتعين وأخد حقي فيها؟ أنا بطالب أنا والشباب إن إحنا ناخد حقنا يا دكتور، إحنا محبطين جدا جدا جدا. أنا بتكلم عن الشباب عموما وحملة الماجستير بصفة خاصة اللي أنا منهم، يعني أنا بقالي سنة حقيقي ما بنامشي. فعلا كمية تطوع عملتها في منطقتي، حضرتك اسأل عني هناك واسأل ناس كتير في المنطقة، ايه ينقصنا عشان نخش الدولة يا دكتور ونتعين، وواخدين قرارات وانت عارف قصتنا ومتابعها كويس. وشباب الماجستير للنهار ما بيبطلوش، يا احنا عايزين نتعين عايزين تعين، طب ننزل واقف اقول لهم لا دي بلدنا، محدش هيخلينا نضر بلدنا، العكس احنا بنحبها. العطاء اللي بنعمله ده من نبي حبي البلد، انا بقول لبلدي عايز اشتغل، عايز اشتغل مع الدولة، عايز اكون في الدولة. ايه عيبي؟ ايه عيبي وايه عيبهم يا دكتور؟ ايه الفرص اللي انا عايزاها اكتر يعني اعملها عشان يصدقوني؟ يعني تطوع ليه النهار وكل بيسالني بتعملي التطوع ده ليه؟ ما اعلنتش للشباب ولا للناس انا بعمل التطوع ده ليه؟ الا اني انا جوايا هدف، انا ما اتخليتش عن الشباب ولا عن هدفي، لكن عشان اوصل للدولة رسالتي وما بقاش عالة ولا ما فيش مكان وهجيب لكم منين الدولة؟ لا انا نزلت اهو في الشارع وبشتغل كمتطوع من غير حاجة وما بشتغلش اصلا، ونزلت كمتطوع اثبتت دوري اني كفاءة ان اقدر اعمل حاجة. ليه ما بيعينوش يشغلونا؟ بعد العمل التطوعي ده مقتنعة مثلا انك فعلا عندك طاقة وانك فعلا بتفيدي في المكان اللي شغالة فيه؟ عندي طاقة واقدر افيد في المكان اللي هتحط فيه 24 ساعة انا والشباب زي ما اكدت لحضرتك. مش عارفة اعمل تاني عشان اثبت للناس او للدولة ايه، يعني اعمل ايه تاني اكتر من كده؟
اعمل ايه عشان اثبت لهم ان عندنا كميه عطاء غير طبيعيه وطاقه غير طبيعيه للعمل والتنميه والخير؟ انا هرجع لحضرتك تاني دلوقتي حاليا، بس اروح استاذ احمد. الشباب ومشكله الشباب، واحنا نتكلم من القلب ونتمنى صوتنا يوصل للمسؤولين. انت شايف الشباب يا استاذ احمد من 2014 حتى تاريخه والمسابقات اللي حصل دي، مؤثر على الشباب ولا مفيش تاثير؟ هي مؤثره تاثير سلبي، سلبي جدا، لان طبعا يعني تمت مسابقات كتيره جدا من 2014 حتى تاريخنا هذا، النيابه الاداريه، المحكمه الكليه، الشهر العقاري، الطب البيطري، كذا مسابقه، جميع المسابقات. تمام. ولكن يعني انا بكل بساطه يا دكتور اقول لك ان المسابقات دي مجرد تسكين للشباب. لحد الان يعني ما فيش اي اتخاذ قرارات في المسابقات دي. احنا عايزين مسؤول يطلع يقول لنا المسابقات دي اللي تم فيها بالظبط، هو ده المطلوب. يعني انا ما يبقاش عندي مسابقات الاف الشباب مقدمه فيها، حملت ماجستير ودكتوراه ودبلومات، جميع المؤهلات، جميع المؤهلات مقدمه فيها من سنين، واجي افتح مسابقات تانية. انا عندنا 1,700,000 شاب متابع معانا ببرنامج مع القاده، كلهم بيطلبوا نفس الطلب. حضرتك انا عايز اعلان النتيجه، مش عايز اكتر من كده. احنا من ضمن الشباب اللي بنتابع صفحه حضرتك ومتواصلين مع حضرتك، وطبعا احنا يعني واخدين برنامج حضرتك منبر للشباب ان هم يوصلوا صوتهم للساده المسؤولين. فاحنا باسم الشباب بالنادي ان السيد رئيس الجمهوريه يقول لنا المسابقات دي اللي تم فيها، الشباب اتقبلت اترفضت، بحس ان الشباب برضو يكون جواها راحه اكتر من كده. لكن احنا مصيرنا غير معلوم، مستقبلنا مش واضح بالنسبه للدوله. احنا مش عارفين احنا مستقبلنا ايه في الدوله. المسابقات بتتم وفلوس بتدفع وشباب بتدفع فلوس عشان تقدم، طب بعد كده ايه اللي بيتم؟ مفيش. اللي بعد كده يمكن الاستاذ خالد يكون عنده معلومه جديده. استاذ خالد، يمكن الاستاذ احمد اتكلم على جزئيه المسابقات اللي عدت كلها والعوار اللي فيها، وان بتتعامل مع الدوله الناس وما لقتش الجديه، وما حدش طلع وقال المسابقات اتلغت او ما اتلغتش، فجاه لقينا كده مسابقه ثانيه طالعه جديد للتربيه والتعليم. حضرتك دي طالبين فيها 120,000 شاب. تمام كده، دي اتفتحت. يعني انا عاوز اقول ان فيها حاجات فيها عوار كتير قوي. تمام. اللي هي اول حاجه انا بسميها ده استنزاف جيوب الغلابه. هم معاهم حاجه اصلا الشباب عشان حضرتك لما يكون انا دلوقتي اقدم ورق يصرف عليا 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه يعني معك لو اتقدم 1,000,000 هجمع المبلغ ده. حضرتك تقدر تستقصى حقائق دلوقتي، في بيطلب منه كده عائلي، فيش جنائي، شهادات خبرة، في بعض من المدرسين بيطلب منهم زي دورة اسمها ICD اللي تتشر دي بحوالي 800 جنيه تمام، دي لوحدها بس 800 جنيه تمام كده. طيب هو حضرتك دلوقتي اتفتحت على مسرعيها وقال عايز 120,000 واحد. طب حضرتك كان في سابق قبل كده 36,000 شاب متقدم اللي هو اتفسخ عقدهم تاني. تمام تمام حضرتك. تمام. طيب هو حضرتك دلوقتي انا عاوز اعرف هو وجهة نظر وزير التربية والتعليم في فتح المسرعية ومفيش تسكين للناس دي عقود مثبتة. تمام. خالص نهائي. طيب هو الموضوع موضوع جمع فلوس، الناس بتسأل بره في الشارع. تمام. الشباب دلوقتي حاسه ان في عدم ثقه، حاسس ان انا بقدم بقول يمكن، الامل بقى مفيش امل عند الشاب. استاذ خالد، احد الشباب بعت لنا بيقول لا ده كمان نقابه المعلمين طالبه ان قبل ما اتعين ادفع 170 جنيه عشان اخد كرنيه نقابه. طب حضرتك ازاي يسجلوا في النقابه واسا ما تعينش وحضرتك هو ايه عقده سنه وهيتفسخ عقده؟ طب انت محتاجني عندك في النقابه ليه؟ ده 175 جنيه او 185 جنيه وبيحتاج رسوم كمان 40 جنيه. طب ليه؟ حرام، ده مش استنزاف. استنزاف هو رايح اساسا محتاج. تمام. انت بتستنزفه دلوقتي، خلاص مفيش ثقه. احنا يعني ايه عاوزين حد كده يطلع ويحط الثقه ما بين الشباب. الشباب خلاص تعبت فعلا. وبعدين يعني عاوز اقول لحضرتك يعني ايه مفيش رد او بيان. طب ليه انت بتعمل كده؟ ليه الطلبات التعسفيه دي؟ تمام. طلبات تعسفيه جدا جدا جدا، الشباب مش قادر. يمكن انا هاخد من كلامك وكلام الاستاذ احمد وبوجه رساله لكل مسؤول. شباب مصر حلو، شباب مصر بيحب مصر، بس للاسف عندنا بعض المسؤولين مش عارفين يتواصلوا مع الشباب، او خايفين على اماكنهم، خايفين على كراسيهم. الواحد بيدخل كده اي مؤسسه اي مكان بلاقي الشباب قليل فيها جدا جدا. طب وبعدين المسابقات اللي عدت دي كلها ليه الناس كانت بتتعامل مع الدوله؟ معانا الاستاذه ميرفت من البحيره. السلام عليكم يا استاذه ميرفت. السلام
استاذ رمضان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ رمضان؟ اهلا بيك. انا بحييك على البرنامج بتاعك، ربنا يخليك لنا يا رب. تسلمي. انا كان عندي مشكله يا استاذ رمضان. اتفضلي. كام سنه انا اشتغلت في التربيه والتعليم 16 سنه. اتفضلي. 16 سنه متواصلين. تمام. وما تعينتش لغايه دلوقتي زي زمايلي وزي الطلبه بتوعي. 16 سنه متواصلين. 16 سنه فين؟ في محافظه البحيره، اداره المباريات التعليميه. حضرتك مدرسه يعني؟ اه. اتفضلي. 16 سنه متواصلين يا استاذ رمضان. تمام. تمام. معايا اوراقي اللي تثبت ان انا اشتغلت. تمام. ومعايا التراخيص بتاعتي، معايا كل حاجه تثبت ان انا اشتغلت السنين دي كلها. تمام. طيب زمايلي دلوقتي اللي اشتغلوا 3 سنين واربع سنين وخمس سنين اتعينوا. والطلبه اللي كانوا عندي برضه 3 سنين واربع سنين اتعينوا. انا بس عايزه اوصل صوتي لسياده الوزير او للسيد محافظ البحيره. تمام. ليه انا لا؟ ليه؟ يمكن للاسف يمكن مشكله حضرتك مشكله ناس كتيره جدا جدا. انا شاكر اول اتصالك. في حاجه برضو مشكله يا جماعه، يعني ازاي انا اعين ناس كوزاره كدوله واقول الغي عقده بعد سنه او بعد ست شهور؟ طب اذا كانت الدوله بتعمل كده سابت ايه للشركات الخاصه؟ انا عايز حد مسؤول يجاوبني. يا جماعه الحلقه دي من قلوبنا بجد، احنا بنحب البلد قوي قوي ومش هنسمح حتى لأي شاب يقصر في حق البلد، لكن برضه في المقابل عايز حد يتكلم بلسان الشباب ويسمع الشباب. ما هو الشباب دول لو ما سمعناهمش، لو ما احتضن، ان لم تحتضن الدولة الشباب هيروح لفين؟ يا ارهاب يا مخدرات، وهرجع يعالجه يرجع يحاربه، والمبلغ اللي هعالج بيه واحارب بيه انا لو صرفته على الشباب دلوقتي افضل واحسن. اتمنى فتح قنوات شرعيه مع السيد رئيس الجمهوريه، مش لازم مؤتمر الشباب بس، احنا نتمنى حتى مش لازم نعمل اجتماع مع السيد قبل السيد الرئيس، لا يكون في كل فتره كده محافظه شباب هيتجمعوا في المحافظه نفسهم في وجود السيد المحافظ، ويتم مخاطبه رئيس الجمهوريه مباشره عن طريق فيديو عن طريق ايا كان الاتصال، يبقى في حلقه وصله بين رئيس الجمهوريه وبين الشباب ويسمع الشباب. يا جماعه انا مش عايز اصدر للشباب احباط، لكن انا بقول ان شاء الله مصر قادمه والشباب ان شاء الله هياخد فرصته، شاء من شاء ابى من ابى، هم شباب اليوم هم قاده المستقبل. انا اتمنى بس حد يتابع معي وان شاء الله هنحاول يصل صوت الشباب الى المسؤولين، حبا في مصر، حبا في بلادنا، وليس هذا من دافع حتى لا يصوروا احد اننا ضد الدوله، لا وربي ما فيش عقل يكون ضد مصر، مستحيل يكون في عقل ضد مصر، لكن ايضا ما فيش عائل يشوف الشباب بهذه الطريقة يبعد عن الدولة ويسكت. سيتحمل كل من كان سبب في بعد الشباب إثمه إن كان عاجلا أو أجلا. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، حملة الماجستير والدكتوراه ما فيش تواصل بينكم وبين بعض؟ والله هما الشباب قاعدين النهار على جروب وإحنا عايزين التعيين، طب ننزل، طب نتحرك، طب لقيتنا على تويتر، كمية إحباط غير طبيعية. طب نهاجر، طب زي ما قلت لك وقفه، يعني الكلام ده انا بحب. يمكن اتناقشنا مع بعض شايف موضوع الوقفه ما ينفعش حاجه اسمها وقفات. طبعا ما ينفعش، احنا بنحب بلدنا بدليل ان احنا بنقول عايزين نشتغل في وأنا بلدنا. وانا اقترحت عليك قبل الهوى اقتراح بدل الوقفات الاحتجاجيه وبعض القنوات التي لا تحب مصر ودول اسقاط مصر هتستغل الموقف، لكن انا استعوض عنها ان انا اروح للنائب اللي في دايرتي، اروح للمحافظه اللي انا فيها، اقابل اي مسؤول واعرض شكوايا كتابيا بلا وقفات احتجاجيه وبلا مشاكل الشباب هيعرض نفسه للخطر. مع احترامي لحضرتك دكتور رمضان، انا ما بقتش اثق في اي مسؤول او في بعض المسؤولين. انا النواب عندي في الدايره مثال، وانا من عين شمس والله العظيم والله العظيم بلجا ليهم لغايه هذا اليوم، وعارفيني شخصيا مش عارفين يشغلوني، يقولوا لي لما نلاقي حاجه تليق بمستواكي. ايه اللي يليق بمستوايا؟ ايه يا دكتور رمضان ايه اللي يليق بمستوايا؟ يعني احنا شباب ماجستير كل مجموعه من دايره، لو احنا 500 في الدايره وبروح للنائب بتاعي اقول له شغلني يقول لي مش لاقي لك شغل. امال مين اللي اشتغل يا دكتور رمضان ودايرتي اللي مسؤوله عني؟ لو انا اهو احنا بنتجمع كلنا من مصر وكنا بننزل وقفه، صح كده؟ لينا النواب في مجلس الشعب، جمعت منهم توقعات وتزكيات نعين الناس ديت، الناس دي يستحقوا رئيس التعيين، تمام. اروح بقى داخل الدايره مجاميع بتاعتي الشباب، اروح داخل الدايره للنواب اللي ما يقابلنيش، اللي ما قابلهمش، اللي يقول لي مش لاقي بمقامك، تعيين بمقامك، غلب يعني مش لاقيين لنا شغل، يعني مش لاقيين لي شغل، واحده في دايرتي انا مثال مش لاقيين لها شغل، او 500 مش لاقيين لهم شغل، استحاله. وشايفين الطاقه اللي انا مثال فيها في الدايره عندي في عين شمس، هي شخصيه واحده اللي شجعتني في عين شمس
وانا بشكره جدا على الهواء استاذ احمد اسواني رئيس مجلس اداره احمد اسواني، ده شخصيه محترمه وده اللي بيشجع الشباب. دي جمعيه ولا شركه؟ دي مؤسسه الاعمال الخيريه والتنمويه في عين شمس عندنا، وانا لجأت للشخصيه دي قلت له انا عايز اشتغل لاني بجد خلاص كميه احباط غير طبيعيه وانا قاعده في البيت في منطقتي في عين شمس، وكتر خيره ومشكورا وافق انه يشغلني عنده. لكن فين حلمي انا وحلم الشباب؟ فين دور النواب ان هم يتكلموا دول يشتغلوا؟ جيت عندنا احنا وقفت، انا مره نايبه منهم بكلمها بقول لها عايزه اشتغل، ايوه من حيا اشتغل بنها شاركي، لما انت تشتغل يا ولادنا احنا اشتغلوا فين؟ يعني ايه يا فندم؟ يعني احنا عشان فقراء يعني ولا عشان اهالينا يعني ناس غلابه ولا هي القصه ايه؟ يعني انا بقول للبلد انا بحبك واستغثت بالرئيس عبد الفتاح سيسي، وانا متاكده ان هو لو الولد ده وصل له ان هو هيصدر قرار استثنائي لينا لان احنا كبرنا في السن، انا الدفعه بتاعتي من سن 23 ل 30 ومن 30 ل 45 برضه شباب، فينا طاقة. يعني انت حضرتك قلت ماكرون رئيس فرنسا شباب وعامل شغل قد ايه؟ وزارة الشباب والرياضة سويت 39 سنة، طب ما احنا كده بقينا في مشكلة. يعني انت لو عندك شباب 23 و30 هيخشوا مسابقات، طب انا بقى رحت فين؟ انا والدفعة اللي معايا الكبار احنا الحكومة تقتلنا يعني ولا احنا مش مطلوبين في البلد؟ حضرتك شكرت مين من شوية؟ استاذ احمد اسواني. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا دكتور رمضان. اهلا بحضرتك، طبعا سعداء بتواصل حضرتك وبنشكرك بما سمعنا كلام طيب عن حضرتك، فبنشكرك ونتمنى يعني يكون في امثال حضرتك في جمهوريه مصر العربيه وفي كل المحافظات، ناس يعني تقدر الشباب وتستطيع ان تستوعب الشباب وتبعد الاحباط عن الشباب. حضرتك شايف ان ممكن نساعد الشباب ازاي؟ أول حاجة دكتور سلام لحضرتك وهيئة البرنامج وسلام للأخت الفاضلة الأستاذة نهاد الهاشمي، وبس تعقيب على كلام الأستاذة نهاد، طبعا أنا يزيدني شرف إنها تشتغل معايا مش عندي. تمام. وهي طبعا ده شرف لأي مؤسسة اللي احنا نشغل ناس متطوعين، ناس بيحبوا الخير، ناس بيحبوا يساعدوا الغلابة، ناس عندهم الخير في ضمهم مش مجرد تمثيل. تمام. طبعا انا مش هقطر على حضرتك بس انا عندي موضوع عن وقفه الاحتجاج اللي كان حضرتك قلت انا ضد وقفه الاحتجاج، انا عايز اعرف ايه السبب ضد وقفه الاحتجاج بغض النظر على القنوات الاخوان او القنوات تستغل الموقف. احنا للاسف يا استاذ رمضان احنا بنعاني هنا في عين شمس، يعني منطقه عين شمس بنعاني فيها الكثير من ثلاثه نواب كاني لا وجود لهم، نفس كلام الاستاذه نهاد، لا وجود لهم نهائي، لا بخدمات ولا رعايه ولا صحه ولا دورهم ولا اشراف ولا رقابي نهائي. للاسف يا استاذ رمضان احنا عندنا رئيس حي بنطالب بقالنا سنين باقاله رئيس الحي، بنطالب الاستاذ وائل البراشي طلع في البرنامج وطالب باقاله رئيس الحي، السكان عين شمس مليون و700 الف بيطالبوا باقاله رئيس الحي، للاسف ما فيش اي رد فعل من سياده الوزير التنميه او سياده المحافظ او عايزين نساعد الموضوع للسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. فاحنا ايه الحل عندنا غير ان نعمل وقفه احتجاج؟ واحنا واقفين وقفه احتجاج معناه ان احنا ضد نظام الدوله ولا ضد اجهزه الدوله، لا، وقفه الاحتجاج بتعبر بتوصل للمسؤول بتوصل لرئيس الجمهوريه ان احنا معارضين عن الشخص ده، سبب في اذيه الناس، سبب في امراض، سبب بيكون سبب الناس كل يوم وثاني عمليات الاطفال، الناس الحوامل، الناس كبار السن، الزباله في كل مكان، التلوث. يعني احنا مش عايز افهم وقفه الاحتجاج يعني غير المظاهره السلميه، يعني وقفه الاحتجاج احنا معترضين عن الشخص ده، احنا بنطالب القيادات، بنطالب السلطه، بنطالب رئيس الجمهوريه باقاله الشخص ده. عين شمس اجمعين كامله بتقول لك احنا ضد السيد رئيس الحي اللي هو الفير، راجل مش هينفع اقول لك فاسد ومرتشي، مش هينفع نقول فاسد ومرتشي، بس راجل اتحط في المكان الخطا. استاذ احمد الاسواني انا شاكر دي على صراحه اتفضل اتفضل. احنا مش من بنرمي عليه مسؤوليه الفساد او الرشوه والكذا، احنا بنقول احنا شعب عين شمس معارضين لاداء رئيس الحي، فاحنا من حقنا نقف وقف احتجاج، نقف وقف احتجاج ونقول لك احنا 7000 احنا 5000 احنا 8000 معارضين، يعني معارضين لرئيس الحي ان يمسك الرئيس، احنا بنطالب بقرار رئيس الحي من حقنا. نرجع لكلام الاستاذه نهاد عن فعل الخير، لو اي حاجه في عين شمس، يعني احنا مثلا عندنا معارضين عن الشهر العقاري، الشهر العقاري مكانه غلط،
الزباله حوالين منه، الفساد الموجود فيه، لما يجي احمد رسواني يقول لك انا باسم المؤسسه عايز اجدد شرف. طب يا استاذ احمد يعني اعتذر بس على ذكر اسماء وحق الرد مكفول لكل من ذكر اسمه خلال الهوى. انا شاكر لحضرتك واتواصل معاك بعد الهوى. بس انا قصدي ورفضي للشباب عدم وقوف وقفات احتجاجيه خوف على الشباب، واقترحت ان يتم تواصل مع المسؤولين، ويمكن قبل الهوى تواصلت مع كذا مسؤول وعرفته عنوان الحلقه وعرفته ما يدور من الشباب، وحديثي مع معظم الشباب اليوم عن وقفات احتجاجيه وعايزين يخرجوا، وقلت لهم لا خلينا نستعوض هذا الامر بامر كتابي ومقابله السيد المحافظ والساده النواب، وكلنا نعمل زي هاشتاج للسيد رئيس الجمهوريه ان يتواصل مع كل المحافظات، مش لازم مؤتمر شباب، يمكن زي ما ذكرت في بدايه الحلقه يكون في لقاء عباره عن صوت وصوره، اي تواصل مع رئيس الجمهوريه ويسمع الشباب، وشباب من كل القرى ومن كل المراكز ومن كل المحافظات. شكرا استاذ احمد الاسواني. ارجع لك استاذه نهال، بس استاذ احمد الطيب يمكن بيتكلم على المحليات. انت عضو مجلس الشباب محافظه. بدايه عضو مجلس الشباب محافظه ده شيء رسمي؟ لا، هو مجلس الشباب جاء بقرار محافظ الدكتور جمال سامي المحافظ السابق لمحافظة الفيوم، تمام، بتشكيل مجلس الشباب مكون من 350 فرد. 350 فرد؟ 350 فرد على مستوى المحافظة بمراكزها بالقرى بتاعتها عن طريق مال واستمارة كانت بتقدم من مديرية الشباب والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي. تمام. طبعا حصل حاليا كم واحد؟ حاليا 120 واحد. 120 واحد؟ طب انا هرجع لك استاذ احمد، بس معايا على الهواء مباشره الدكتور صلاح طلبه رئيس فرع التامين الصحي محافظه الفيوم. السلام عليكم يا دكتور. وبركاته استاذ رمضان، ازي حضرتك؟ اسعدتني وشرفتني، وانا نيابه عن شعب الفيوم وما لمسناه من حضرتك من تعاون خاصه مع الحالات المحتاجه مساعده، أسرة البرنامج بتقدم شكر للعاملين بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، وشكرا لمعاليك، وعايزين نعرف حضرتك ما هو جديد التأمين الصحي في محافظة الفيوم؟ اتفضل دكتور. هو حضرتك احنا ابتدأنا في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في مشروع في مبادرة 100 مليون صحة لأطرقها السيد الرئيس لفحص فيروس سي والأمراض السارية. عملنا برضه فحص لفيروس سي لطلبة المدارس، لبنا برضه المبادرة بتاع مليون صحة خلال شهر ديسمبر ويناير وفبراير، وفحصنا 107531، وكنا أول محافظة تقريبا على مستوى الجمهورية بدينا صرف العلاج للطلبة على مستوى الجمهورية. ابتدينا برضك بعد كده فحص طلبة مدارس للأنيميا برضه نفس الموضوع. معنا على الهواء مباشرة صورة دكتور صلاح وبعض الصور الداخلية من فرع مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، اتفضل يا دكتور. وابتدينا برضه حضرتك فحص طلبة مدارس ابتدائي ضمن المبادرة بتاع 100 مليون صحة بتاع السيد الرئيس، وفحصنا تقريبا 445,618. ابتدينا برضه فحص فيروس سي لعدد 154,220 طلبة مدارس. تمام. وابتدت اختيرت مستشفى الفيوم للتأمين الصحي من ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهوريه. تمام يا دكتور. عملنا لجنه حقن العيون بماده حاسمه لوسنتس، دول كانوا بيسافروا مصر عشان يعملوا الخدمه دي. جهزنا حضرتك برضك وحده بي سي ار في عياده المجمع الطبي كمان فارس. ابتدينا نعمل جاري الانتهاء تقريبا في خلال اقل من شهر ان شاء الله تجهيز مركز كلى غسيل كلى جديد بعياده المجمع الطبي الجديد. شيء جميل. في 35 مكنه بتقريبا 7 مليون جنيه. تمام. وابتدت جزء من المكن وجزء من الكراسي جه، ومعالجه حطت معالجه ميه ب 600,000 جنيه ابتدت برضه هنبتدي نركبها ان شاء الله. شكلنا لجنه امراض دم بفرع الفيوم، ودول كان ناس بتروح عشان تروح لامراض الدم للاطفال بتاعهم بيروحوا مستشفى ابو الريش. عملنا لجنه دم قلب ثانيه برضه بالتعاون مع مستشفى الجامعه. تمام. اتعاقدنا مع وحده قسطره القلب بمركز طاميه. شغلنا عناية مركزة للأطفال بمستشفى برضه الفيوم للتأمين. اسم طوارئ النساء كان واقف لمدة 4-5 سنين، ابتدينا نشتغل برضه طوارئ النساء إن شاء الله. تمام. عملنا لجنة دم بفرعة الفيوم وتجنب برضه مشقة السفر للمنتفعين، وزوين كانوا بيسافروا برضه القاهرة مستشفى أبو الريش عشان ياخدوا الخدمة دي. بتجهز حاليا دلوقتي أو تقريبا خلاص اتجهزت قسطرة
ومستشفى الفيوم هنشغل خلاص هي كامل خلاص هنبتدي ان شاء الله نشغلها بتكلفه 15 مليون جنيه ودي خلاص تقريبا كملت يعني ان شاء الله في خلال اسبوعين ان شاء الله هنبتدي نشغلها. عملنا برضك لجنه سمعيات والمجمع الطبي الجديد ودي برضك كانت كل الناس بتطالب بيها. عملنا مركز سكر للاطفال بعياده الصحه المدرسيه بالفيوم. تمام. جاري عمل ان شاء الله لجنه قلب الاطفال بفرع الفيوم ده وده برضو كانت الناس بتتعب جدا عشان تروح ابو الريش عشان تتابع الحاجه دي. جاري برضو عمل تطوير لاسم الاستقبال والكرة بتكلفه 60 مليون جنيه. عملنا توسعات بمدرسه التمريض. عملنا مقر جديد خالص للمنطقه الطبيه الاولى والثانيه بالحدقه. انتهينا تقريبا من اعمال الصيانه بوحدات الفرع وان شاء الله في عندنا قطعه ارض في طميه حوالي 4200 متر. ان شاء الله بنحاول نجهزها عشان نعملها مستشفى تخصصي للقلب والاورام. دكتور صلاح طلبه رئيس هيئه التامين الصحي فرع الفيوم شكرا لحضرتك. يمكن كان لابد نشير العمل الجميل في مستشفى التامين الصحي لان يوما ما برنامج مع القاده تكلم بالسلب عن مستشفى التامين حينما راينا هناك امور سلبيه فمن باب اولى ان كان هناك ايجابيات لابد وان تطرح. احنا لسنا ضد اي مسؤول احنا عايزين كل المستشفيات كل الهيئات كل الوزارات على اجمل ما يكون. شكرا دكتور صلاح طلبه. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نرجع مره ثانيه. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل. اولا بعتذر على عدم تلقي اتصالات لضيق الحلقه وعارف ان في تواصل كتير يمكن حتى الاستاذ عادل من البحيره بعد بيقول ان عنده ثلاث بنات ماجستير ما فيش ولا واحده منهم متعينه كذلك برضو الحاجه فاطمه من الاسكندريه جميع الاتصالات بعتذر لها بس ان شاء الله يا ريت يبعت لنا مسج بس على نفس التليفون ونتواصل معاهم بعد الهواء او في حلقات ثانيه. استاذ خالد يمكن الوقت بيعدي بسرعه. الاستاذ احمد الطيب اتكلم على شباب المحافظه وقال لي ان هي عمل تطوعي تقريبا. تمام. يعني ما بتاخدوش اي بدلات ولا اي حاجه؟ لا حضرتك خالص نهائي. هو بص حضرتك اتنشا في عهد الدكتور جمال سامي. تمام. ده تم التواصل عن طريق الفيسبوك ومديريه الشباب والرياضه والمحافظه. بدا خد 250 شاب. تمام. تمام. بدانا ان احنا الدكتور جمال سامي بصفه دوريه كل شهر يعمل اجتماع مع الشباب حضرتك ومع رؤساء مجلس المدينه. تمام. مع القطاعات كلها. تمام. بنقعد نناقش المشاكل المحافظه التطورات. تمام كده حضرتك بنتابع. طب هو الاجتماع له اجتماع دوري معين ولا لا؟ لا حضرتك مش معين ولا حاجه. هو مختلف مع كل شهر بنجيب حد من رؤساء القطاع يعني مثلا المره دي صحه المره الجايه تعليم. بنجتمعوا كم مره مثلا؟ بنجتمع مره واحده في الشهر. مره واحده في الشهر؟ اه. بتقابل كل المسؤولين مثلا على حسب المشكله المعروضه؟ تمام حضرتك. آه. باتفاق مع معالي المحافظ بصراحه سايب الحريه معانا ان احنا بنختار المسؤول اللي احنا عاوزين نناقش فيه لما يكون المشاكل مثلا بتتفاقم في مؤسسه معينه بنبدا ان احنا نقول عاوزين المسؤول ده بنبدا نتكلم لو في فكره طرح التطوير في فكره مشكله بنتكلم. تمام. فيها وبنبدا نتواصل برضو مع المواطنين على ارض الواقع. طب انا هرجع للجزئيه دي بالنسبه للمسؤولين بالفيوم بس دكتور ان هل ما قدمتيش اي مسابقات ما شفتيش اي شيء قطاع خاص؟ لا بروح قطاع خاص. لا غير مقبوله فيه. انت تجاوزتي السن شهادتك دي جميله لكن يعني تجاوزتي السن يعني فانا كده تقريبا تم اعدامي فما فاضلش قدامي غير الانتحار والانتحار بتاعي ان انا قاعده في البيت حقيقي بموت زي ما قررتها قبل كده. هو الشغل مش عيب مثلا لو لقيتي شغل قطاع خاص عندك مانع تشتغلي فيه ايا كانت الشغلانه؟ ما عنديش مانع ان اشتغل في القطاع الخاص لكن بالله عليك يا دكتور الخمسه هذكر لك مثال الخمسه في المية اللي هم متحدي الاعاقه ما تعينوش لغايه دلوقتي والماجستير اللي احنا واخدين قرار بالتعيين ووعد من الدوله يتم التعيين في. تمام. الدوله ما تنفذش يبقى الدوله هتقدر تدخلني القطاع الخاص ما هي مش قادره تسيطر على القطاع بتاعها على القانون النص القانوني اللي بيجوز تعييني انا ومتحدي الاعاقه مش قادرين يطبقوه يعني هيقدر يسيطر على القطاع الخاص يعني هو غير مطبق في الدوله فازاي يطبق في الشركات الخاصه؟ ازاي يطبق في الشركات الخاصه؟ ازاي اقدر اوصل لشركه خاصه غير الاولية الواسطه؟ واحنا ناس غريبه ما لناش واسطه يا دكتور.
زي ما بقولها وبقررها دايما مع احترامي لكل الناس اللي في الدوله وكل المسؤولين، انا مع بلدي، لكن بلدي حقيقي حقيقي عامله لي احباط غير طبيعي غير طبيعي بالمره. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، امراضها الجنه او جات لنا امراض، مش عارفه اقول لك ايه. طب في وظايف مثلا وانت بتقدمي كده حد عرض عليك وظيفه معينه؟ هو شغلي مش عيب، بس انت عارف لما تروح تفاجئ ان انت تشتغل امن. يعني ازاي امن؟ امن اقف على بوابه امن. ماجستير؟ ماجستير مع احترامي طبعا. يعني انا بص مش عايزه دموعي تنزل ومش عايزه الناس تشوفني ببكي، عشان الكل بيلوم عليا ان انا ببكي في البرنامج. يا جماعه انتوا حاسين بيا وحضرتك حاسس بيا. انا رحت بعد ما خدت 15 كورس لغه انجليزيه وبدلوقتي هبدا في فرنساوي ومفروض محضر دكتوراه، اروح بعد ما شقيت حياتي دي كلها علشان اشتغل امن؟ الشغل مش عيب، بس انت فاهم يا دكتور يعني اشتغل امن؟ انا اسفه يعني كل الحلم بتاعي ده يروح ليه؟ الناس بتقول لي ايه يعني ماجستير؟ لا مش ايه يعني، احنا شقينا وتعبنا، حضرتك تقبل ان ابنك او بنتك يبقى دكتور او معاه مؤهلات عليا ويشتغل في الاخر على عربيه فول؟ الشغل مش عيب، بس انا بخش اماكن الاقي دبلومات وادبيه شغالين وانا مش شغاله ليه؟ انا ده سؤالي للنواب عندي في الدايره بتاعتي كمان. انت المره اللي فاتت طالبت، انا اسفه الانفعال، طالبت النواب عندي يفعلوني في الدايره، مفيش حد بيشغلني في دايره عين شمس دي، ابسط حاجه غير استاذ احمد اسواني. طب يعني ايه يعني نشحت يا دكتور؟ انزل اشحت ولا اعمل ايه؟ طب اهدى بس شويه كده يا جماعه، انا عايز اقول حاجه. كل مسؤول بيدور على تعيين قرايبه ومن دايرته سواء معاه محو اميه. انا اسفه دكتور لقطع كلامك، مفيش مسؤول هيشغل ابنه ولا بنته في الامن. طيب احنا عشان فقراء يا دكتور. طيب بس خليني الشغل مش عيب، واخواتي وحبايبي اللي هو محو اميه وما معاهش شهاده خالص وتعين على راسي، بس لا يعقل ان انا اغفل حمله الماجستير والدكتوراه. كلنا اخوه وبلدنا دي بلد حلوه، مش عايزين نصدر احباط للشباب. والشباب مين يا جماعه؟ اللي هم عندهم فكر وعندهم علم. كل انسان تدخل بواسطه عين انسان فاشل وبقت مسؤول فاشل، ذنبه في رقبة كل اللي كان مسانده. وأي إنسان يتسبب في تعيين مسؤول أكبر الكرسي تبعه أكبر منه هو السبب اللي وصلنا إليه. يا جماعة الإنسان سواء كان نائب أو وزير أو محافظ أو أيا كان مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى عن هذا المنصب وهذا الكرسي، ماذا فعلت به؟ كل إنسان كان سبب في حرمان شاب من أمله. أنت ما ضيعتش الشاب بس، أنت ضيعت الشاب ووالده ووالدته، وكسرت كمان الطموح عند الشباب الصغير اللي عايز يتعلم. اتعلم ليه؟ ما اتعلم صنعة. لذلك اناشد المسؤولين حرصا بشباب مصر، حرصا بحملة الماجستير والدكتوراه، حرصا بجميع المسابقات، رحمة بالشباب. فوق 65% اعمار الشباب في مصر. لذلك مناشدة للجميع وللسيد رئيس الجمهورية، حل لغز الشباب ولماذا الشباب لا يأخذ حقه. استاذ احمد، يمكن استاذ خالد ذكر ان لكم اجتماعات مع المسؤولين. مظبوط. حسب المشكله. مظبوط يا فندم. مش عايز اقول لك احنا مش هنقيم المسؤولين، بس انت شايف المسؤولين ازاي بيتجاوبوا معاك في اللقاءات المشاكل؟ طبعا يعني انا مش هقول اغلب المسؤولين، يعني في 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 مسؤولين للامانه بتستجيب معانا وبتتجاوب معانا في عرض المشكلات وطرح الحلول، وفي بعض المسؤولين بيبقى مجرد وعود كاذبه قدام السيد المحافظ خلال اجتماع الشباب. بعد انتهاء الاجتماع بترجع كل حاجة زي ما هي. طبعا بنروح للمسؤول نتواصل معاه في مشكلة في القطاع كذا في المنطقة كذا، وبنطرح حل. يعني احنا المجلس مش مجرد أداء لتصدير المشاكل للمسؤولين أو بنصدر مشاكل للسيد المحافظ، بالعكس احنا بنرصد المشكلة في الشارع وبنقعد مع السادة المسؤولين، يا جماعة في المشكلة دي وحلها كذا. في مشاكل عندك طرحت مثلا في مركز طمية اللي انت فيه مثلا؟ في مشاكل كتير في مركز طمية. على سبيل المثال يعني احنا مركز طمية طبعا مكون من 11 وحدة محلية، تمام، ما يقرب من 420 قرية تمام وعزبة. تمام، على سبيل المثال احنا عندنا قرية سرسنة تابعة لمركز طمية. قرية سرسنة من القرى المبللة وتحتاج للصرف الصحي، حتى تسمى القريه العائمه. المفروض تمام. طبعا ما فيهاش صرف صحي، ما فيهاش طريق ممهد اساسا للمواطنين. القريه دي مهمشه
مهمشة بالكامل من السيد المحافظ للسيد رئيس مجلس المدينة. مش نفس القرية دي اللي كان فيها حادث من كام يوم؟ مظبوط، الحادث اللي توفى فيه الابن والاب طبعا مريض لحد الان، وفي هو الابن توفي ولا لا توفي؟ لا هو كان معلوماتي ان الاب ومعاه ولدين. تخيلوا لما يعمل عشان حفره موجوده في الشارع ورايح الصبح عشان لقمة عيشه، يعمل حادث عشان في حفره والحفره دي غير معالجه، يصابوا الثلاثه، طفل منهم بترت ساقه قطعت رجله، والتاني موجود في مستشفى الجامعه، واحد في مستشفى التامين، والاب في القاهره. خلي مسؤول يحط نفسه مكان الام في البيت تزور زوجها ولا ابنها ده ولا ابنها ده. طب العيله نفسها يقفوا مع مين؟ ثلاثه في توقيت واحد في مستشفيات مختلفة في أماكن مختلفة بسبب غلطة موظف شايف الحفرة رايح جاي عليها وما بيعملهاش. بجد والله حسبنا الله ونعم الوكيل في المحليات، حسبنا الله ونعم في كل مسؤول. ما يهموش بس غير ان هو ازاي دخل فلوس حرام على عياله. احنا بنقول السيد محافظ الفيوم، السيد رئيس مركز مدينة طمية، الاستاذ رجب وانا بعزه وعارفه معرفة شخصية، رئيس قرية سرسنة، اللي بيحصل لما في مش معنى نتحرك بعد المشكله، ما نتحركش ليه قبل المشكله؟ يمكن هذا نموذج حي مشكله واقعيه على ارض محافظه الفيوم. استاذ احمد، يمكن لو اتكلمنا في موضوع المشاكل والمسؤولين سريعا كده، انت عايز توجه رساله للمسؤولين تقول لهم ايه؟ احنا برنامج وقتنا بينتهي. انا طبعا انا بحب اوجه الرساله للسيد اللي هو عصام سعد محافظ الفيوم، والسيد اللي هو احمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينه طميه، انهم ينظروا لمركز مدينة طمية خاصة ولمحافظة الفيوم عموما في مشاكلها، وينظروا المواطنين والقرى، الطرق الداخلية محتاجة تمهيد. طبعا القمامة أصبحت دلوقتي بتملأ الشوارع الجانبية والشوارع الرئاسية، احنا والطرق الرئيسية للأسف للأمانة يعني احنا أعضاء مجلس الشباب محافظة مع السادة المسؤولين باستمرار، ولكن دي رسالة هنتحاسب عليها قدام ربنا. الشوارع ما بتنضفش الا خلال زياره وزير، خلال زياره مسؤول. طيب خالد الاستاذ احمد قال لك زياره مسؤول، احنا عندنا في الفيوم ما شاء الله كان كذا زياره موجوده، رئيس الوزراء، وزير الشباب والرياضه، اكثر. شايف الزيارات دي مجديه ولا لم تؤتي ثمارها؟ ما لم تجدي ثمارها، ما فيش شغل على ارض الواقع نهائيا، بروتوكولات ومش شايفين لا مصانع ولا استثمار ولا اي حاجه بتتعمل، سواء من وكيل وزاره الصحه، وزيره الصحه جت تمام، الصحه ما فيش عندنا صحه معروفة في الفيوم دي، احنا خلاص تعبنا من المشكلة دي وتعبنا ان احنا نتكلم فيها. مستشفى عام مش موجودة، نتكلم عن قطاع التعليم، قطاع الصحة، الصرف الصحي، المياه. السيد لواء عصام سعد محافظ الفيوم كل المسؤولين اللي تحته بتقول حاضر بس ولم ينفذ حد. طب السيد المحافظ عنده علم بالموضوع ده؟ السيد المحافظ لماذا بتنقلوا انتوا اعضاء شباب المحافظه بتنقلوا الصوره؟ السيد المحافظ هيشتغل لوحده؟ لا ما هو يشتغل لوحده قبل ما حضرتك اجي دلوقتي على الاقل بنقل الصوره. نعم. المسؤول يقول حاضر حاضر حاضر. اولا في فرصه انتوا تعرفوا تدخلوا السيد المحافظ قبل ما يجي شعب الفيوم ما بيعرفش يدخل باب السيد المحافظ، قبل ما يجي حضرتك مسؤولين مكتبه بيمنعوا التواصل حتى مع الحساب ما بيتواصلش. مزبوط. وتسال يقول لك انا بابي مفتوح، حتى لما بكلمه تليفونيا يقول لي باب مكتبي مفتوح. باب مكتبه مفتوح بس مش لاي حد، انتوا بتعرفوا تدخلوا تكلموا باسم الفيوم. قبل ما اجي حضرتك في البرنامج كان السيد اللواء عصام سعد موجود في منشيه عبد الله بنفسه، واقف بنفسه بتفقد مشروع الطريق بنفسه، شايفه لا موجود حد معاه بنفسه، لم يتواجد معه احد، بيتابع بنفسه. استاذ خالد انا وقتنا بينتهي للاسف، كان نفسي اكمل الحلقه، في حاجه كنت عايز اتكلم دكتور، انا هالكلمه اخيره في نهايه لقائنا. انا عايز اشكر حضرتك اولا، واشكر كل بلدي اللي تسمعني دلوقتي، وكلام من القلب لقلوب ملايين المصريين، وكلامي للسيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. لو سمحت يا فندم، انا متاكده ان الورق مش واصل لك، في قرار صدر لدفعه 2015 ماجستير خاصه وعموما لجميع حملة الماجستير، ارجو من حضرتك تفعيله وتواصل مع المسؤولين. انا عايزه حد يتواصل معايا من رئاسه الجمهوريه او قابل الرئيس، ده طلب مش كبير ان انا قابل الرئيس، لا طلب مش كبير خالص، واكيد في يوم من الايام هقابله واشرح له وجهه نظري، وعندي حلول كتيره المحليات اللي حضرتك بتقول عليها. حطينا احنا كماجستير في المحليات يا ريس وشوف هنعمل ايه، ما كانت كل منطقه تبقى عروسه مصريه
يعني ده ده ده, ده التحدي الثاني. بدأ من منطقه عين شمس، حطينا في المحليات. يا ريس كان الماجستير بيقولوا محليات، لا انا بقول يا ماجستير سيبونا ننزل محليات ونراهن مع بلدنا ان احنا نصلحها. انا شاكر لك يا دكتوره نهاد الهاشمي، متحدث باسم محمد ماجستير والدكتوراه. شاكر لك استاذ احمد من شباب محافظه الفيوم. شكرا استاذ خالد، شرفتوني ونورتوني. مشاهدينا الكرام، يمكن حينما حدثت رقصه الكيكي وصلت للسيد رئيس الجمهورية، حينما يحدث شيء على أرض محافظة جمهورية مصر العربية يصل للسيد رئيس الجمهورية. لماذا لم يصل صوت الشباب إلى السيد رئيس الجمهورية؟ لماذا لم يصل صوت كل من يتحدث عن المسابقات إلى السيد رئيس الجمهورية؟ إذن هناك من يستطيع أن يوصل الصوت لكنه لم يريد أن يصل هذا الصوت للسيد رئيس الجمهورية لمصلحة من هذا الأمر. لذلك أناشد السيد رئيس الجمهورية باسم برنامج مع القادة أننا نتقدم له شخصيا بطلب أننا نريد مجموعة من الشباب ممن يحملون حملة الماجستير والدكتوراه ومن كانوا أصحاب تقديم في مسابقات كلها أن يلتقوا بسيادتكم أو يكن تواصلا بينك أو بين الرئاسة وبين هؤلاء. مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.